السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه وغفر له. وقفنا عند كتاب اللباس والزينة، قال رحمة الله عليه: كتاب اللباس والزينة، الترغيب في لبس الأبيض من الثياب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البسوا الثياب فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الترمذي وغيره. المصنف رحمة الله عليه بدأ بذكر الأحاديث المتعلقة بأحكام اللباس والزينة، والمقصود بالأحكام يعني الترغيب في فعل أشياء والترهيب من فعل أشياء، لأن الكتاب قائم على سرد الأحاديث المرغبة في الأقوال والأفعال والأحوال والصفات، وأيضا الأحاديث المرهبة من بعض الأقوال والأفعال والصفات والاعتقادات والأحوال، كما لا يخفى عليكم. واللباس الأصل فيه الحل والإباحة والجواز، اللباس الأصل فيه الحل والإباحة والجواز، والتحريم إنما هو طارئ. يعني الأصل في لباس الناس الحل والجواز والإباحة، فإذا كان هناك مفسدة نبه عليها الشارع تحريما أو كراهة، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأبواب القادمة. والزينة كذلك الأصل فيها الإباحة، لذلك الله عز وجل أباح الزينة. قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكانت كن أمهات المؤمنين يتزينن للنبي عليه الصلاة والسلام، والمؤمن مطالب بأن يكون على أحسن حال. ولذلك الأصل في اللباس والأصل في الزينة الحل والجواز والإباحة، والتحريم يأتي طارئ. التحريم يأتي طارئ، والتحريم أو النهي سواء النهي تحريم أو نهي كراهة، حينما يرد على لسان الشارع الحكيم النبي عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله عز وجل، إنما لما يشتمل عليه هذا الفعل من المفاسد، سواء المحضة أو المفاسد الراجحة، وسواء المفاسد الحالية أو المفاسد المستقبلية، وأيضا ما يتعلق بما يعود على الإنسان سواء من حيث النفع أو من حيث الضرر، هذا كله سنبحثه بإذن الله تعالى. ساق المصنف حديثين فيهما الحث على لبس الأبيض من الثياب، لبس الأبيض من الثياب، لذلك قال: البسوا من ثيابكم، فنسب الثياب إلينا، قال: من ثيابكم، يعني ليست هناك ثياب أخرى أو ثيابنا، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابنا، لا، قال: البسوا من ثيابكم، يعني الموجود عندكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. والحديث الآخر قال: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. إذن عندنا الآن جملة من المسائل والفوائد والأحكام المتعلقة بلبس الأبيض من الثياب. أولا، أفضل ألوان الثياب ما كان أبيضا، أفضل ألوان الثياب ما كان أبيضا، وذلك لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حثه لنا على لبس البياض. وهذا لا يعني عدم لبس غير الأبيض، هذا غير صحيح، لا يفهم هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لبس الأسود، ولبس العمامة الدسماء، ولبس البرد الأخضر، ولبس العباءة التي فيها ألوان، ولبس ما فيه خطوط، هذا كله مما لبسه النبي عليه الصلاة والسلام.
ولكن الأفضل والأكمل والأحسن هو لبس الأبيض من الثياب، لبس الأبيض من الثياب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة للبس الأبيض، يشترك فيه الرجال والنساء على حد سواء، لأن الخطاب للجميع. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض، فإنه خاطب جميع المسلمين ونسب الثياب إليهم: ثيابكم. وهذا يشمل الرجال والنساء، ولذلك المرأة تلبس أيضا الثوب الأبيض كما يلبس الرجل الثوب الأبيض كذلك. لكن بعض العلماء قالوا إن اشتهر عن الرجال بأنهم يلبسون الأبيض من الثياب، حتى إنه أصبح علامة لهم، مثل الحال عندنا في منطقة الخليج مثلا، الناس يلبسون الأبيض من الثياب، وأن المرأة تلبس خلاف ذلك، يعني يلبسون مثلا الأسود أو يلبسون بقية الألوان، فإن المرأة تمنع إذا خرجت أن تلبس الثوب الأبيض الذي يشابه الرجل، الذي يشابه الرجل، بمعنى أن الأصل الحل والجواز والإباحة، لكن منع سدا للذريعة، منع سدا للذريعة. لكن إذا كانت المرأة لو لبست الثوب الأبيض تتميز، لا حرج في ذلك. ولذلك نشاهد الآن كثير من أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا في الحج مثلا يحرمن بالثوب الأبيض فيتميزن، لأن الرجل يحرم بإزار ورداء، والمرأة تحرم بالقميص اللي هو الثوب. طبعا القميص في لغة العرب هو الثوب، فتحرم بالثوب يكون أبيض، لا حرج في هذا، ولله الحمد والمنة. إذا الخطاب للرجال والنساء، فالمرأة تلبس الأبيض سواء كان في البيت أو خارج البيت، إلا في حالة إذا لبست الأبيض فخرجت إلى السوق ولم تتميز، بمعنى أنه لا يعرف هل هذه امرأة أو رجل، فإنه يقال لها لا تلبس الأبيض حال خروجك. الأمر الثاني، فضل الأبيض لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: فإنها أطهر وأطيب. أطهر وأطيب، لماذا أطهر؟ لأن الثوب الأبيض في الغالب يتعاهده الإنسان بالتنظيف، يتعاهده الإنسان بالتنظيف. لماذا؟ لأن الثوب الأبيض يؤثر فيه أي شيء، أي شيء يؤثر في الثوب الأبيض، ولذلك النقطة السوداء أو الوسخ القليل يؤثر في الثوب الأبيض. فتجد الإنسان دائما يلجأ إلى ماذا؟ إلى تنظيفه والعناية به. أما الثوب الملون، فبعض الناس الآن خاصة الكسالى اللي ما يحبون ينظفون، يقول لك البس ثوب ملون. وأكثر الأمهات يلبسون عيالهم صغار الثياب الملونة، ليش؟ لأن الولد يوسخ، فيقول خلي على أساس ما يبين، ما يبين، يعني في الأطفال أهون الأمر. ولذلك كان أطهر، لأن الإنسان بمجرد أن يرى شيء من الاتساخ على الثوب غسله. وكونه أيضا أطيب، فإن الثوب الأبيض كما يقول من يعني من أهل الاختصاص نافع، فهو يمتص حرارة الشمس مثلا، يمتص. الآن دائما يقولون البياض سبحان الله لا تؤثر فيه الشمس كما تؤثر في الأسود أو الأحمر، هذا الشيء. الشيء الآخر، في الغالب أن الثوب الأبيض فيه تواضع، في الغالب أن الثوب الأبيض فيه تواضع بخلاف الملون. ولذلك تشوف اللي يلبس الثوب الأبيض ما يتكلف كثير، بخلاف الذي يلبس الثوب الملون. هكذا جرت عادة الناس، والمعنى بأن الثوب الأبيض أطهر وأطيب، أطهر وأطيب. كذلك التأثير، يعني اللي يرى الثوب الأبيض يستبشر في الغالب، وإن كان بعض الناس يعني له معنى آخر، أعتقد بأنه غير، يعني قد يكون تصور مقلوب ومعكوس، لكن في الغالب الثوب الأبيض يعني يجذب الانتباه، يجذب الانتباه. الأمر الآخر، من السنة أن يكفن الموتى بالثوب الأبيض، من السنة أن يكفن الموتى بالثوب الأبيض، وهذا يشمل الرجال والنساء. هذا لا يعني كما ذكرت بأنه لا يكفن بغير ذلك إذا لم يوجد بياض، لكن الأفضل والأكمل للحي والميت أن يلبس البياض. أما الحي فيلبس الثوب الأبيض أو الرداء، الإزار والرداء، وأما الميت فيكفن فيه الثوب الأبيض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. إذن
الثياب البيضاء هي من خير الثياب، وهذا قول صاحب الشرع الذي لا ينطق عن الهوى، وهي أيضا من أطهر الثياب ومن أطيب الثياب ومن أطيب الثياب، ولذلك حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وأرجع وأؤكد على أن الأمر للاستحباب، الأمر للاستحباب، لأن الأصل في الثياب الإباحة والجواز والحل، والتحريم طارئ كما ذكرت، لكن أفضل الثياب وأكمل الثياب هي الثياب البيضاء. بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في القميص والترهيب من طوله وطول غيره مما يلبس وجره خيلا وإسباله في الصلاة وغيره. الترغيب في القميص، والقميص ما هو؟ الثوب. الآن بعض المتعارف عندنا ما هو القميص؟ الآن المتعارف عندنا ما هو القميص؟ القميص عندنا الذي يلبس على الذي يلبس في منطقة الرداء تحته بنطلون، هذا القميص الآن. لذلك الآن لو تروح أي محل تقول أبغى قميص، ما يفهم المعنى اللغوي أن القميص هو الثوب، ها؟ يفهم المعنى المتبادل الموجود الآن اللي هو يشتري قميص وبنطلون، قميص وبنطلون، هذا هو المعنى. ولذلك الترغيب في القميص يعني الترغيب في لبس الثوب، في لبس الثوب، واضح؟ وجمع قميص قمص، جمع قميص قمص. قال: والترهيب من طوله، يعني تطويل الثوب سنتحدث عنه، وطول غيره مما يلبس، يعني طول غيره مما يلبس، الإزار، البنطلون، العباءة، البشت مثل ما يقولون، هذا الذي المعنى الذي أراده المصنف. وجره خيلا وإسباله في الصلاة وغيره. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. إذا القميص هو أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في الشمائل المحمدية وفي ذكر سيرته وحياته وهديه لبس أنواع من الثياب، لكن أغلب ما كان يلبس صلوات ربي وسلامه عليه القميص، يعني الثوب اللي هي القطعة الواحدة، على المعنى القطعة الواحدة. أما القميص بالمعنى الحالي هو قطعتين أو قطعة في محل كما ذكرت الرداء، وتحته البنطال، تحته البنطال. إذا كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، كان يلبسه عليه الصلاة والسلام في بيته وخارج بيته صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، إذا كان مثلا أهل بلد عادتهم عدم لبس الثوب، يلبسون البنطال مثلا، أو البنطال والقميص، أو مثلا يلبسون الإزار والرداء مثلا، ما أدري يوجد هذا الآن؟ قد يوجد في بعض البلاد مثلا الفقيرة، أو مثلا يلبسون ما يسمى بالبنجابي، السروال ثم القميص الطويل إلى أسفل الركبتين مثلا، هل هذا ممنوع؟ لا، ليس ممنوعا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس قد يختطف الأحاديث اختطاف يوظفها توظيف غير صحيح. لا، هو نحن نتكلم عن أفضل شيء الثياب، لكن أحيانا الأفضلية هذه تذهب متى؟ إذا كان لبس الثوب شهرة، يمثل شهرة. كيف شهرة؟ كل الناس الآن يلبسون البنطال مثلا، بلد الجميع يلبس البنطال والقميص، القميص اللي في محل الرداء. فلما انا اتي والبس ثوب خالفت الناس، يعني خالفت الان العاده الموجوده، اذا يكون لبسي البنطال والقميص افضل في مثل هذه الحاله وفي مثل هذه الصوره. لبسي البنجابي اذا كان في بلد لا يعرفون الثوب افضل، لبسي مثلا الازار والرداء في بلد لا يعرف الا الازار والرداء افضل. مثل العمامه، العمامه الان نحن نلبس الغتره ونلبس العقال مثلا، وفي بعض الدول لا يلبسون العمامة، موجود بعض الدول الإسلامية الشعب يلبس العمامة، يلبس العمامة. فلما يخرج شخص من هذا المجتمع اللي يلبسون العمامة ويلبس غترة وعقال، نقول له خالفت، أنت خالفت الآن ما هو موجود، وأصبحت ممن يشار إليه بالبنان ويلتفت إليه وينتبه إليه، فأصبحت
اشتهرت بين هؤلاء والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه من أكثر من وجه في أحاديث ترتقي إلى الاحتجاج، منعه صلى الله عليه وسلم لبس ثوب الشهرة، أن يلبس الإنسان ثوب شهرة، والشهرة أن تشتهر بين الناس. وعلى العكس، يعني لو نحن الآن نعيش في منطقة نلبس الوترة أو الشماغ والعقال، ويجي واحد ويلبس العمامة مثلا، نقول لماذا خالفت؟ خالفت، ولذلك مخالفته من أي باب؟ لكونه خالف عادة البلد، خالف عادة البلد، فتنبهوا لهذا. وهذه قاعدة مهمة أو ضابط مهم ينتبه له يعني طلبة العلم، وينتبه له عامة الناس، لأن أحيانا الحقيقة نلحظ بعض الناس يأتي بلباس غريب معجب فيه، أو مثلا يقلد فيه شخص في منطقة يلبسون هذا النوع فيخالف الناس، هذا مما هو من ثياب الشهرة المنهي عنها، ومن لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة فيما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ورواية أبي داود: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القميص. القميص ما هو؟ قلت لكم الثوب. ها، تنبهوا، الثوب هو القميص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. الآن المصنف رحمة الله عليه بعدما ذكر أفضلية لبس البياض، وأنه خير ثيابنا وأطيب ثيابنا وأطهر ثيابنا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على أن يلبسه الحي ويلبس الميت يعني الكفن، وذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الثياب إليه القميص، لكنه لبس الإزار والرداء ولبس العباءة ولبس الجبة صلوات ربي وسلامه عليه، ولبس العمامة، وكانت العمامة العمائم هي تيجان العرب كما يقولون، وهو الموجود في عصر الصحابة، في عصر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لبسها عليه الصلاة والسلام. الآن بدأ المصنف رحمة الله عليه يورد الأحاديث المرهبة من بعض الألبسة، سواء بذاتها أو في نوعها أو في صفتها أو في حال اللابس، أو في حال اللابس. عندي الآن الأحاديث التي يسردها المصنف رحمة الله عليه في تحريم الإسبال، تحريم الإسبال أو النهي عن الإسبال، وهذه مسألة سأذكر كلام أهل العلم فيها. بمعنى أن ثوب المسلم والمؤمن هو الذي يكون ما بين نصف الساق إلى الكعبين، ما بين نصف الساق إلى الكعبين، هذه إزرة المؤمن، والكعبان هم العظمان الناتئان في أعلى القدم وأسفل الساق. الكعبين هذول اللي جاء في الحديث، الكعبان هم العظمان الناتئان في أعلى القدم وأسفل الساق، أظن يسمونها الجوزتين، يسمونهم يعني كل بلد له تسمية لهم، معروف اللي يجب على المتوضأ أن يغسلهما في الوضوء، يعني يجب عليه أن يدخل الكعبين في غسل القدمين في الوضوء، هذا هو. فالثوب إذا كان على الكعب فإنه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هدي، فإذا نزل أسفل من الكعب فهذا على ليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس على هديه. سأذكر كلام أهل العلم في قضية الحكم الشرعي في هذا. إذا عندنا الآن مجموعة أحاديث تشير إلى الترهيب من إسبال الثياب، وأن إزرة المؤمن ما بين الكعبين إلى نصف الساق، إذا رفع الإزار أو الثوب إلى فوق نصف الساق دخل في التحريم، دخل في النهي. لماذا؟ لأنه لا يصبح ثوبا في مثل هذه الحالة ولا إزار، فإذا ما بين نصف الساق إلى الكعبين. طيب، إذا كان أهل بلد يضعون ثيابهم على الكعب أو فوق الكعب بقليل، وجاء شخص خالف هؤلاء الناس فوضع ثوبه إلى نصف الساق، هل يكون قد أصاب أم أخطأ؟ من أهل العلم قال أصاب. لماذا؟ قال: لأن عند حديث في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر: ارفع حتى بلغ نصف الساق، وقال: هذه إزرة المؤمن وسنتكلم عليه. من أهل العلم قال: لا، أخطأ. لماذا؟ قالوا: صحيح هو في الأصل مشروع، لكن أصبح هذا الرجل بهذه الطريقة من اللباس محل
انتباه الناس، وهو قريب ممن يريد الشهرة، قريب ممن يريد الشهرة. بمعنى الناس كلهم الآن الثياب على الكعب أو قليل، فلما يأتي الشخص ويضع الثوب عند منتصف الساق سيكون محل انتباه الناس والتفات الناس، انتباه الناس والتفات الناس. ولذلك أحيانا، وهذه قاعدة مهمة يا إخواني بارك الله فيكم، قد يفعل الإنسان المفضول لمصلحة راجحة، قد يفعل الإنسان المفضول لمصلحة راجحة، وهذا يعني هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فكثير من الأشياء تركها النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز أحيانا، ولأجل ألا يلتزم الناس هذا الأمر. الصحابة رضي الله عنهم تركوا كثير من الأشياء، تركوا كثير من الأشياء وهي فاضلة إلى المفضول لمصالح راجح. يعني مثلا أبو بكر وعمر ومن الخلفاء الراشدين في سنة من السنوات امتنعوا عن الأضحية. لماذا؟ قال حتى لا يفهم الناس بأنها واجب، حتى لا يفهم الناس بأنها واجب. لاحظ كيف في أشياء تركوها أيضا لهذا المعنى. ولذلك أحيانا الذي يحب أن يجعل ثوبه إلى نصف الساق وأنزله إلى الكعبين أو فوق الكعبين أو على الكعبين قد ينال أجرين. الأجر الأول أنه أتى بالسنة ولله الحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إزرة المؤمن ما بين من نصف ما بين كعبيه إلى نصف الساق، هذه إزرة المؤمن. يعني أنت في الأجر واحد، اللي يضع ثوبه على الكعب أو أعلى من الكعب قليل أجره مثل الذي يضع ثوبه إلى منتصف الساق، الأجر واحد، الأجر واحد. المسألة الثانية فيما يتعلق بالتفاتته، التفاتة هذا الإنسان إلى تحبيب الناس إلى السنة وإلى عدم الاشتهار بين الناس، هذا أجر ثاني له بإذن الله جل وعلا، وهذا ما يفقهها إلا قليل من الناس، وما يفقهها إلا العاقل الذي عنده رصيد جيد من الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام، وله عناية أيضا بالمقاصد الشرعية، يكون عنده نظر مصلحي ومقصد مصلحي، ولذلك المقاصد المصلحية. ولذلك أنت إذا وضعت ثوبك على الكعب بحيث لا ينزل أسفل من الكعبين، أو وضعت ثوبك على نصف الساق، أنت أتيت بالسنة ولله الحمد. لكن لما يكون عندك نظر وانتباه والتفات، أنت في مجتمع ما تعود على الثوب يكون إلى منتصف الساق، أو في مجتمع يعني يمكن أن ينفر عن السنة حينما يضرب بك المثل، يقول شوف هذا إيش عامل بثوبه، لأن ما يفهمون ولا يفقهون مثلا قضية والله هذه السنة، مثلا ما عنده الأحاديث، يقول شوف كيف خرب ثوبه أو شوف كيف طلع سيقانه مثلا. فأنت أيها يعني حريص على السنة ينبغي لك أن يكون لديك أيضا فقه في تطبيق السنة، ينبغي أن يكون لديك فقه في تطبيق السنة. والحمد لله أنت طبقت السنة، أتيت بالسنة وكسبت الآخرين ونلت الأجر بإذن الله جل وعلا، وقد تكون تحبب الآخرين إلى تطبيق هذه السنة. ولذلك في من مشايخنا من كان نصفه من كان ثوبه إلى نصف الساق، لكن كان يوصي كثير من الطلبة يقول لا اجعله على الكعب أو فوق الكعب بقليل، لأنه عنده نظر مصلحي. هو عاش كبير في السن وعاش فترة من الزمن كان إلى نصف الساق شيء مألوف، لكن تغير الحال، أصبح الناس الغالب الإسمال، فهو له لفتة مصلحية ونظر مصلحي مقاصدي، فكان يقول لطلابي، وأحيانا يعبر من خلال بعض الفتاوى يقول له اجعله على الكعب حتى لا يكون هناك شهرة. طيب الحديث اللي بقرأها إن شاء الله تعالى أقرأها سردا ثم أتكلم على قضية الحكم الشرعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري والنسائي. إذن هذا الحديث ظاهره يفيد أن كل ثوب تحت الكعبين فهو في النار. لا تستعجلون، نجي نتكلم إن شاء الله ونرتب المسائل بارك الله فيكم. طيب وفي رواية للنسائي إزرة المؤمن إلى عضلة ساق، العضلة اللي هي منتصف الساق،
ثم إلى نصف، عفوا، إلى اللي أسفل من نصف الساق، ثم إلى نصف ساقه، ثم إلى كعبه، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. إذن إزرة المؤمن من منتصف الساق إلى الكعبين، من منتصف الساق إلى الكعبين، أسفل من الكعبين في النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال عفوا، وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. يعني ابن عمر يقول كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص إزرة المؤمن في الإزار أيضا في القميص، يعني في الثوب، أيضا في القميص يعني في الثوب. والعلماء قالوا في كل ما يلبسه الإنسان، في كل ما يلبسه الإنسان مما يكون في منطقة الإزار، فعندك القميص اللي هو الثوب، الإزار، السروال، البنطال، البشت، الجبة، العباءة، بقية ما يلبسه الرجل. طبعا هذا كله خاص بالرجال، أما النساء فلا، النساء طبعا يطلن ثيابهن. وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: على الخبير سقطت. يقول وقعت على الخبير يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج، ولا حرج، أو قال: لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وعن أنس قال حميد، كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا حميد الطويل، حميد الطويل التابعي الجليل الذي كان يروي عن أنس، قال حميد كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق. فشق عليهم ذلك، شق على بعض الصحابة، فقال: أو إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من الكعبين. هذا يدلنا يا إخواني بارك الله فيكم على أن من الصحابة من كان يشق عليه إلى نصف الساق، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما بين نصف الساق إلى الكعبين هذا إزرة المؤمن، يستوي في ذلك الجميع في الأجر والثواب. وعن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي إزار يتقعقع، يعني له صوت، صوت مثل الشن، بعض الثياب يابسة شوي، ها، يصير لها صوت يتقعقع. فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الله بن عمر. قال: إن كنت عبد الله، ويعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن ينبه لأن عبد الله بن عمر كان من أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى في العادات، ومتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحريص على سنته وعلى عادات النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. فرفعت إزاري إلى نصف الساقين، فلم تزل إزرته حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، يعني المسبل إزارة وثوبه وقميصه وبنطلونه، ها، وسرواله، هذا المعنى المسبل، والمنان اللي يعطي العطية فيمن فيها، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وفي رواية المسبل إزارة، فسرت معنى الإسبال هنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسبال، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. الإسبال في الإزار، الإزار معروف اللي يلبس الإنسان وهو أحد القطعتين، إزار ورداء، والقميص هو الثوب، والعمامة، في عمامة يسبل فيها الإنسان، فيه بعض الناس اللهم بارك عمامته يعني يمكن يقعد نصف نهاره يلف العمامة من كبرها، رأينا هذا، رأينا هذا. وبعض الناس يعتقد بأن هذا من الدين، وهي ليست من الدين. ما عندنا بالمناسبة، ما عندنا حديث في فضل لبس العمامة، ما عندنا أبدا حديث في فضل لبس العمامة أو العمامة، ما فيه ولا حديث، ليس لها فضل، من جنس العادات،
من جنس العادات. فيوجد من الناس عمامته لها يعني يكورها بلفات كثيرة، بلفات كثيرة، فيكون لها ذؤابة تنزل إلى الأرض، وهذا موجود، وبعضهم يجعلها عقيدة، ولذلك هذه ليست من الإسلام في شيء. قال: من جر شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وقال وابن ماجه إلا أنه قال: من جر ثوبه من الخيلاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي، يسترخي يعني أحيانا ينزل إزاره، لأن أبو بكر كان ضعيف البنية، ضعيف الجسم، إلا أن أتعاهده، يعني بالرفع. هذا يحصل أحيانا لما نذهب عمرة ولا في الحج ونحرم، الإزار أحيانا يسترخي، فنحتاج إيش؟ نتعاهده، أو نلف حزام حول الخصر حتى يتماسك الإزار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. ولفظ مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، أو عفوا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بحجزة سفيان ابن أبي سهل، فقال: يا سفيان، لا تسبل إزارك، فإن الله لا يحب المسبلين. وفي لفظ: وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. وعن هبيب بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى محمدا القرشي قام فجر إزاره، فقال هبيب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وطئه خيلاء وطئه في النار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. هذا الحديث التي أوردها الحافظ المنذري كلها في هذا، في الترهيب من إسبال الإزار. وترتيب المسألة كالتالي: أولا، ينبغي للمسلم أن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الإزار، وأن يجعله ما بين نصف الساق إلى الكعبين، ما بين نصف الساق إلى الكعبين، لأن الأحاديث التي قرأتها قبل قليل أشير إلى هذا، وأن هذه هي إزرة المؤمن، فلا يزيد على نصف الساق ولا ينزل بالإزار إلى أسفل من الكعبين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وهذا أكرره، أن الأجر في عدم إسبال الإزار واحد في أي مكان وضعه المسلم، وضع ثوبه المسلم. فإن وضعته على الكعبين ولم تجعله أسفل من الكعبين، أو وضعته إلى نصف الساق، فهذه إزرة المؤمن، فالأجر واحد والثواب واحد بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر، بالنسبة لوضع الثوب إلى منتصف الساق، إن كان الشخص في بلد اعتاد الناس فيه على وضع الثوب إلى منتصف الساق، وأن غالبية الناس على هذا، فالأفضل أن يجعله إلى منتصف الساق، عملا بهذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان في بلد يضعون الثوب على الكعبين أو فوق الكعبين بقليل، هذا لمن التزم السنة، وغالبية الناس أسفل من الكعبين، كما هو الحال الآن الموجود عند أغلب المسلمين، هدانا الله وإياهم إلى الصواب وإلى السنة، فإن من السنة أن يكون عند الإنسان نظر مصلحي والتفات إلى هذا الأمر،
وهو أن لا يشتهر بين الناس بحيث يجعل ثوبه إلى منتصف الساق، لأنه سيكون مشتهرا بين الناس، وربما التفتت إليه الأنظار وأشير إليه بالبنان. وربما استثمر هذا بعض من لا يحب سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو يطعن فيها بتشويه السنة، ويقول انظر إلى هذا ماذا فعل، وكيف أظهر ساقيه، وانظر كيف عبث بثوبه. ولذلك من السنة ومن الحكمة ومن العقل ومن النظر المصلحي أنك تجعل ثوبك على الكعبين أو فوق الكعبين بقليل. الأمر الآخر ما يتعلق بالنساء، فإن الواجب على المرأة أن تستر قدميها كاملتين وأن لا تظهر شيء من قدميها إذا خرجت خارج بيتها أو كانت بحضور أجانب، فإن الواجب على المرأة أن تستر بدنها كاملا. وأما إظهار قدميها في الصلاة فهذه مسألة خلافية عند أهل العلم. من أهل العلم جمهور الفقهاء يقولون بأن يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة، وهناك قول أن ستر المرأة لظاهر قدميها، أما باطن قدميها فلو ظهر أثناء السجود لا حرج. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن القدمين ليست من العورة بالنسبة للصلاة، أما خارج البيت نعم هي من العورة. المسألة الأخرى، بإجماع العلماء على أن من جر ثوبه خيلاء خيلاء كبرا وبطرا غرورا وتعاليا على خلق الله، فإن هذا محرم. قالوا من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، والحديث اللي سردتها قبل قليل، فهذا يدلنا على أن إسبال الثوب تحت الكعبين كبرا وخيلا وبطرا محرم، وأن صاحبه متوعد بالعقوبة، أن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عليه، لا ينظر الله إليه، يعني نظر رحمة، لأن الله عز وجل ينظر إلى الخلق جميعا، الله عز وجل ينظر إلى جميع الخلق، فمن الخلق من ينظر إليهم نظر رحمة، وهم أهل الإيمان المطيعين لله المتبعين لرسول الله، ومن الناس من لا ينظر الله إليهم نظر رحمة وإنما نظر غضب. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الفعل وهو إسبال الثوب تحت الكعبين، إنما منشأه ومهيجه وباعثه ما هو؟ الكبر والبطر والخيلة والغرور، فلذلك يعاقب بمثل هذه العقوبة الشديدة. يبقى عندنا مسألة إسبال الثوب من غير بطر ولا خيلة ولا كبر، ما حكمه؟ هذه حقيقة مسألة من المسائل الخلافية وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بالتحريم، والقول الثاني قالوا بالكراهة، القول الثالث قالوا بالإباحة. أي مسألة هذه؟ أنتم منتبهين معايا ولا لا؟ ها؟ إحنا الآن عندنا مسألتين. المسألة الأولى، من أسبل ثوبه تحت الكعبين بطرا وكبرا ورياء وفخرا وغرورا، هذا محرم بالإجماع، لأن الكبر محرم والغرور هذا والبطر هذا محرم. طيب المسألة الثانية، الآن نتكلم على مسألة غير المسألة الأولى، مسألة إسبال الثوب تحت الكعبين لكن من دون كبر، من دون بطر، من دون خيلة، مثل أغلب الناس الآن اللي يفعلونه، يروح للخياط يفصل له مستسلم للخياط استسلام كامل، الخياط هو الذي على مزاج الخياط يجعل ثوبه وين، هذا أغلب المسلمين الآن، أغلبهم يجهلون. طيب ما حكم هذا؟ في ثلاث أقوال، قول بالتحريم، قول بالكراهة التنزيهية، وقول بالإباحة. قول بالإباحة. أما جمهور الفقهاء وهو المشهور في المذاهب الأربعة على أن من أسبل ثوبه أسفل من الكعبين من غير خيلة ولا كبر فإن هذا غير محرم، قالوا بأن هذا غير محرم، وهذا كلام الفقهاء الأربعة، فقهاء المذاهب الأربعة، قالوا بأن من أسبل ثوبه أسفل من الكعبين وهو لا يقصد الكبر والخيلة فإن هذا لا يجعل هذا الفعل محرم.
واستدل بمجموعة من الأدلة، وأشهرها حديث أبي بكر الصديق لما قال: يا رسول الله، إن إزاري يرتخي. قال: أنت لست ممن يفعله خيلا، أنت لست ممن يفعله خيلا. وأيضا الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر الخيلاء، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد الخيلاء. واستدلوا بجملة من الآثار عن بعض الصحابة أنهم أسبلوا ثيابهم، وقالوا بأن الصحابة هم أفهم ممن جاء بعده، هذا القول الأول. القول الثاني: ذهبوا إلى التحريم، وهذا طبعا مذهب الظاهرية، والرواية غير المرجوحة، عفوا، الرواية المرجوحة غير الراجحة عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، لأن مشهور المذهب أنه لا يحرم. فهناك رواية عن الإمام أحمد بأنه يحرم، وهو اختيار جمع من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة كالقرافي المالكي وابن العربي المالكي، اختار التحريم. وكذلك ابن حجر العسقلاني اختار أيضا التحريم. وأيضا ممن قال بالتحريم الصنعاني، وله رسالة في هذا. وأيضا أظن صاحب الإقناع عند الحنابلة، وبعض فقهاء الحنفية ذهبوا إلى التحريم، لكن هذا غير المشهور في المذهب، وإنما اختيار بعض أهل العلم من أهل التحقيق من فقهاء المذاهب، ذهبوا إلى التحريم، وهو مذهب الظاهرية كما هو معروف، وهو اختيار جمع من مشايخنا المعاصرين على أن إسمال الثياب أسفل من الكعبين محرم. لكن يقولون في العقوبة تختلف باختلاف المهيج والنية والدافع، فإذا كان إسماله كبرا وخيلا وبطرا، فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة، ولا يكلمه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. هذا قالوا لمن ماذا؟ لمن أسبل كبرا. أما من أسبل من غير كبر فهو يعني يدخل تحت الوعيد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا على التفصيل، على التفصيل. وبالنسبة لقول الجمهور، قالوا بأنهم اللي ذهبوا إلى عدم التحريم قالوا بالكراهة، قالوا بالكراهة التنزيهية، لأنه قالوا بأن رفع الثوب أطيب له وأنظف وأتقى للرب جل وعلا، كما قال عمر للشاب الذي دخل عليه ويعزيه وهو بعدما طعن رضي الله عنه، قال: ارفع ثوبك يا ابن أخي، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فاستدلوا بمثل هذه الأحاديث على أن الكراهة تنزيهية. هناك طبعا قول يذهب إلى الإباحة ما دام أنه ليس بقصد الكبر والخيلاء، ليس بقصد الكبر والخيلاء. والمسألة كما تلاحظون الخلاف فيها قوي، فمن ذهب إلى التحريم قالوا يلزم، هكذا يقولون، أن كل من أسبل ثوبه وعلم وأخبر بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسبال وأبى، فإنه يلزم من ذلك أن يكون متكبرا. كيف؟ قالوا: أنه تكبر على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك خلاصة المسألة: ينبغي للمسلم وهو يقرأ هذه الأحاديث المرهبة أن يبتعد عن الإسبال، أن يبتعد عن الإسبال. وكما ذكرت، فإن وضع الثوب على الكعب، يعني إذا وضعت الثوب على منتصف الكعب، أنت لم تدخل في الوعيد الوارد في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنزلت الثوب أسفل من الكعب ولو بنصف سنتي كما يقولون، دخلت في الوعيد. ولذلك الإنسان كما يعني قال عمر: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أتقى لربك وأنقى لثوبك. و يعني الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة من شأن أهل الإيمان. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يحرصون على اتباع هديه. ومما نلحظه ونحن نقرأ هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على هذا، كان حريصا على هذا. وقد يحتمل الرجل رفع الثوب
إلى نصف الإزار لقوة إيمانه ويقينه، ولأنه مثلا قدوة للناس وأسوة قد يحتملها، مثل ابن عمر. النبي عليه الصلاة والسلام خص ابن عمر دون غيره، قال ارفع ارفع، يقول له عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن ابن عمر مشهور باتباعه للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى العادات مع أنه غير مأمور بها ومع ذلك يأتي بها. ومن الناس من يكون يناسبه أن يكون ثوبه على الكعب. وأرجع يا إخواني، الله يرضى عليكم ويبارك فيكم، وأؤكد على قضية الابتعاد عن الشهرة في لبس الثياب. ومن ذلك مثل ما ذكرت مسألة وضع ثوبك على الكعب في مجتمع مسبل، في مجتمع لا يعرف منتصف الساق، أفضل وأولى من أنك تضعه على منتصف الساق فتشتهر بين الناس وأنت لست محل قدوة، يعني لست في مقام الائتساء والاقتداء، لست بالمفتي الأكبر ولا بالقاضي الأكبر اللي في البلد حتى يقول الناس والله هذا المفتي الأكبر، هذا أكيد عنده دليل، عنده كذا. ولذلك من الحكمة، وهذه أيضا تدخل في جانب الدعوة إلى الله عز وجل وكسب القلوب وكسب الناس، وبيان أن السنة ولله الحمد تطبيقها سهل. لكن لما تقول للناس، والله بعض الناس يقول لك طيب أنا ما عندي استعداد أضع ثوبي على نصف الساق، لكن لما يشوفك ودائما دائما الفعل أكثر في التأثير من القول، كما قال شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال رحمة الله عليه: الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوبا جديدا، لبس ثوبا جديدا. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، عمل يسير وثواب كبير، وثواب كبير، عمل يسير. تقول إذا أكلت طعاما الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، تتبرأ من حولك وقوتك وتحمد الله عز وجل الذي رزقك هذا الطعام ويسره لك، ها؟ فالله عز وجل يغفر لك ما تقدم من ذنبك. الله أكبر. يعني الآن كم نأكل وجبة نحن في اليوم؟ الرسميات كم؟ ثلاثة، الإفطار والغداء والعشاء، وبعض الناس وجبتين. بعد كل وجبة تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، كم لك من الأجر والثواب، كم يذهب الله عز وجل عنك من الذنوب والآثام. وإذا لبست ثوبا جديدا، لأنه جاءت الأحاديث الأخرى تقيد هذا بالثوب الجديد، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. فتعلموا هذا يا إخواني، بارك الله فيكم، علموها أولادكم من البنين والبنات، يقولون مثل هذه الأدعية الجميلة التي فيها مغفرة الذنوب وفيها أيضا حمد الله وشكره وإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى، واستذكار أيضا، تذكر أحوال الآخرين الذين قد لا يجدون ما يستر عوراتهم ولا يجدون ما يشبع بطونهم، فأنت تحمد الله عز وجل على كل حال. وهذا هو شأن المؤمن دائما. ما أحببت أني أدخل في الباب الآخر، لأن الباب اللي بعد هذا يحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح، لكن لعل فيما أخذنا اليوم كفاية وبركة، والحمد لله وقفنا على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يبارك فينا وفيكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل فيما نأتي ونذر، وإلى مجلس قادم بإذن الله جل وعلا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.